هذا ميساج للكفار والملحدين والناس اللي ما تمنى بحتى دين. انت حر في تفكيرك مانيش اللوم فيك، ما اعطيني فرصة نفسر لك باللوجيك. قبل ما تجادل في الآيات وتكذب بالرسل، قبل ما تنكر في ربي وتنكر في اللي خلقه الكل، ثبت مليح مرة في اللي داير بيك. كيفاش تشم تحس تسمع وتخسر بعينيك؟ اخسر للخلق للأجبال للسماء والنجوم، الناس الكل تموت اسأل روحك شكون اللي يدوم. كل يوم وحدو وحدو يجيك النوم، قولي شكون خلاك ترقد وشكون خلاك تقوم. اسأل تقول صغير مازال كي حل عينيه بحذاك، قولو أول ما تولدت شكون اللي بكاك، قولو كي كنت في كرش أمك شكون رعاك، مالخي 9 شهور وحدك وما فما حد معاك. اسأل مريض ما عندوش حق لكلينيك، قولو شكون اللي نجاك كي ما لقيتش لي داويك. اسأل لي تخاوي تجبر وقت اللي كسب العرش، قولو شكون بالمرض خلاك تتعذب فوق الفرش. اسأل الأرض اللي عطات قول لها شكون الواقع، واسأل أصحاب شكون بالماء عباك، واسأل الجبال اللي تراها شامخة فوق، قولوا يا جبل شكون اللي عليك. اسأل جن مجنون اللي تملك انسان، قولوا شنو يصير فيكم كي واحد يقرأ علينا القرآن. اسأل لي 10 الأنبياء والرسل عن معجزات اللي صارت قدام الناس الكل. شوف بعينيك قداش من دليل تذكر في القرآن والتوراة والإنجيل. قيد بالحجة توا بالمنطق والعلوم، نحاول نبسط كلامي باش ليكزامبل يكون مفهوم. خويا القاعدة تقول وقت اللي نحكو في هالموضوع، كي يبدا ما فماش الصانع ما تلقاش المصنوع، يعني من غير الخالق ما فماش مخلوق. الوغ وجودنا دليل باللي فما ربي الفوق. نعرف لي باش تسألني الوغ شكون خلق الله، ما لا اسمع كلامي للاخر وركز معاه. بار اكزامبل انا الصانع وصنعت الدبابات، بيان سور انا وهي ما عناش نفس الصفات. انا بشر نتكاثر ونموت كل عمر يقدم، وهي جماد تضرب بالمدفع وتهدم. انا نخمم ونعبر والنجم نصنع حاجات، وهي تصلح الحاجة واحدة في جميع الحالات. الوغ تخلقنا عنا اوبجيكتيف، مش بالضرورة صفاتنا وصفات لخلقنا تكون كيف كيف. لوجيك كي يكون الخالق لم يلد ولم يولد، تولي مش لوجيك معتقداتك كملحد. عبر العصور تزرع الإيمان في الإنسان، باللي كان يعبد في ربي واللي يعبد في الأصنام، باللي كان يعبد في الشمس واللي يعبد في البقر، ما كلهم عبدوا إله هكا تفقوا البشر. اسكو كلهم غالطين والكلهم أغبياء، وانتو من ملحتين المثقفين والأذكياء. مالا عندي ليكم شوية سؤالات، ونحب الفيلسوف فيكم يقدم لي إجابات. ما كنتم انو بنظرية تطور الجينات، قلتو عن طريق الصدفة توجدت هالحياة. مالا نطلب منك تحليل وتفسير، كانت نجم تكذب نظرية الانفجار الكبير. نظرية ما عاد فيها حتى شك، النظرية لعلها تفقوا علماء الفلك. تثبت باللي الكون يتوسع ويتمدد، يعني بدا من نقطة واحدة في وقت سابق محدد. نقطة كتلتها ما توفاش الحجم متاعها صفر، قولي شكون اللي خلاها تنفجر. مالا قبل ما نحكي بالأحساب والأرقام، لازم تقرأ الآية 101 من سورة الأنعام. الوقت والمادة ظهر نتيجة الانفجار، لو فما طرف آخر فوق كل اعتبار، طرف عاقل على كل شيء قدير، والدليل في الأعجاز مع لحظة التفجير. خاطر غلطة بجزء من مليار ثانية في التوقيت، سيسيغ تخلي الكون بكله يدخل في حياة. أما تتفرد وتتجدد المجرات الكونية، ولا تتحطم وتتدمر بمفعول الجاذبية. الاكتشاف هذا لي وصلوا له اليوم العلماء، نزل على الرسول آيات قبل 1400 سنة. أعجاز في الخلق والقرآن يبان لهناك، تلقى الحديد في الأرض بنسبة 90%، يعني العلم أثبت الكون ليه بداية، والقاعدة لنا تقول الكل بداية نهاية. خلى كبر الملحدين ولو في الاخر مؤمنين، والكل هتتذكر اعتراف تشارلز ماروين. خطر العلم عمره ما يوصل للإلحاد، كانت حب أقرأ النظريات وتعمق في الأبعاد. تلقى باللي الفرق بيناتنا في التسميات، اما عنا بخاسك نفس التحليلات. بار اكزامبل احنا لمنو اللي خلقنا هو الله، وانتو ما تقولوا خلقتنا الطبيعة والجينات. احنا نقولوا لا شيء فوق الله، وانتو ما وصلتوا نفس المعنى في جميع الحالات، يعني الفرق في المصطلحات والتسميات. اما امنا بخاسك بنفس المعتقدات، امنا باللي خلقتنا قوة عظمى صنيعة، احنا سميناها ربي وانتو ما سميتوها الطبيعة. جينات
هكا الخالق سميتوه، عنده 99 اسم ولا اسم فيهم انتقتوه، بالظلم اتهمتوه انقدتوه، جادلتو في اياته معجزاته وانكرتوه، كي تكذبوا وتكذبوا من غير حتى برهان، باللي باش تجادل ما تقنعش كيتو انا، صغير في العمر اما كبير في التخمام، ركز معايا بحول الله ما يولي عندك ايمان، صور جاو الناس الكل ملحدين، حد ما يمن بربي لا بالشريعة على الدين، سي سيغ يحكم قانون الغاب ثيوبة وكلام، مادام ما فماش عذاب وما فماش نهار لحساب، خوي ياكل ضعيف والرحمة ما فماش، قولي شنو المانع باش ما تسرقش وما تسناش، قولي شنو المانع باش ما تطيش امك وبوه، مادام تمن باللي ما فماش ملايكة يتبعوه، باش تعرف قيمة الدين وقيمة العقاب، خاطر من خيرهم سي سيغ يكون مصيرنا الخراب، فين يكثر الفساد ربي يبعث رسول باش يذكر اللي كل انسان في الدنيا هذه مسؤول، في الكتب وصلنا بالرحمة للغير، وصلي عنده الفلوس باش يعاون خول الفقير، باش نبعدو على الفتنة يكون بيناتنا كان الخير، ما يفرقناش بليس ونكونوا متكافلين، ما نسرقوش ما نكذبوش ونبرو بالوالدين، هذا اللي شاف الكتب واللي وصلنا عليه الدين، حتى ولو ربي ما فماش كيما قالوا الملحدين، ربحين دنيتنا خاطر عشنا محترمين، اما انتوما الخاسرين في كلتا الحالتين، كي يطلع ربي موجود في النار تكونوا خالدين، تعيشوا دنيتكم من غير ضيقة العباد، خاطر حتى معتقد ما يمنعكم من الفساد، في ساعة ما تعيشوا حالة يأس وانهيار، هذاك علاش عند الملحدين أعلى نسبة انتحار، خاطر ما عندكمش كيفنا الإيمان، باللي يصير نمنوا اللي باش يفرجها الرحمن، تخيل نهار تلقى المورة دايرة بيك وانتي وحدك ضعيف، قولي لشكون تدعي باش ينجيك، والنصايب باش تغرق في البحر فات الفوت، لو تفهم كلامي كي تحس روحك باش تموت، خروا بيك لي سيطروا على الاعلام والمال، ردوكم اول ناس باش تمن بالمسيح الدجال، الفلاسفه اللي قالوا لك تخلقنا من العتم، اشترهم الليميناتي او بالاحرى جماعات الهرم، ما نحبش نزيد نطول في الغنايه، خاطر نحبك تركز من البدايه للنهايه، الادله اللي اعطيتهم لك عندي فيهم ثقه، لو اني نجم نبقى نفسر حتى 20 دقيقه. مادام مازال الوقت حل كتاب القرآن، أبسط ليمان لازم تمن بالرحمن، اسمي محمد في الراب جيتو آن، جوست عملت التيتر فماش مصورة قدام عيني كتبان، لازم تراجع حساباتك مش بالسيف تقتنع، انتي حر في حياتك، اذاك علاش حكيت معاك باحترام، حبك تعرف باللي الكفر أكبر حرام. أوكي جيتو آن، إن شاء الله يكون الميساج واضح، ديديكاس 24 All Star 2011.